إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، متتبعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جولة ديال الإخوان المشاهدين غتمشيو معايا اتجاه مدينة الحسيمة جوهرة الشرق. إخوان هالطريق هادي أنا جاي من أجدير اتجاه الحسيمة، غتشوفوا معايا الطريق كيفاش دايرة من هنا حتى ندخلوا وسط الحسيمة إن شاء الله. هذه الدورة ديال شاطئ ديال الصفيحة، هذه الدورة هذه اللي على اليمين. من هنا الإخوان نكمل الطريق ديالنا اتجاه جوهرة الشرق، مدينة الحسيمة. مدينة الحسيمة الرائعة بالمنظر ديالها وبالموقع ديالها وبالشواطئ ديالها وبالناس ديالها. تحية ديال الناس الريف وناس المغرب أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. إخوان لا داعي للسرعة، راه بدا في هاد الشارع هذا تثبيت الرادارات الثابتة من الجيل الجديد. السرعة عندكم ما بين 80 حتى 60 في الساعة، الله يجعل البركة كافياكم باش توصلوا بسلام إن شاء الله، لأنه الطريق تيكون فيها بعض المنعرجات الخطيرة. من هنا تشوفوا معايا واحد المنعرج خطير جدا هنايا، هذا واحد المدرسة عتيقة ديال تعليم القرآن. هنا على مقربة من هاد المنعرج الخطير، هو كاين هنا الإخوان في هاد الدورة هادي. هنا راه داير لكم بعض الدودان صغيورين باش تنقصوا من الحدة ديال السرعة، باش توقضوا يعني، باش تعرفوا راسكم راه كاين منعرج هنا. هذا منعرج خطير جدا الإخوان، لازم نشوروا فيه ونقصوا من السرعة باش نوصلوا إن شاء الله بسلام ونديروا الجولة ديالنا في مدينة الحسيمة بسلام. هذه هي الإخوان واحد مدرسة عتيقة هنايا، هذه اللي على اليمين. وهنا كاين الإخوان طريق ديال واحد الشاطئ، ربما الإخوان هذا شاطئ إسلي، هو هذا الدورة ديالو هنايا على اليمين. كما شفتوا معايا الإخوان هذيك الدورة ديال الشاطئ ديال إسلي، ونكملوا الطريق الإخوان في هاد الجبال هادو اللي كما كتشوفوا معنا كلهم ولاو بنايات عمارات، دو كلهم عمارات جداد الإخوان. وكاين كذلك الإخوان واحد المنعرج خطير جدا هنايا، هو في هاد الأخر ديال هاد العقبة هادي كاين واحد دوبل فيراج تما، صعيب بزاف الإخوان، شحال من مرة كنلقاو الحوادث في هذاك المنعرج، بالأخص ملي كتكون الشتا كطيح، والسرعة السرعة والشتا، وكذلك في العطلة ديال الصيف كتكون الطريق فيها واحد الازدحام وطريق واحد الضغط والسرعة والناس كتجري بزاف. وهنايا الإخوان في هاد المنعرج هذا شحال من صيرة كتلقاها مقلوبة هنايا، هاد الفيراج هذا خطير لا في الهبطة ديالو ولا في الطلعة ديالو. ونتمنوا السلامة للجميع. هادو عمارات جداد الإخوان اللي كيتبناو هنا على اليسار، شيء جميل بزاف ديال العمارات اللي كيتبناو هنايا في مدينة الحسيمة. وهاد الجبل هادو مزيان واخا يبنيو فيهم راه يعطي واحد الجمالية واحد المنظر، لأنه ما فيهم لا ماشي بلاصة الفلاحة، ما عندهم ما يعني لا هما يستافدوا من هاد الأرض هادي يبنيوها إقامات، وما تكونش أرض يعني اللي كتكون أرض فلاحية وكنستغلوها في الإسمنت في البناية داكشي. وهنا الإخوان واحد المنتزه في هاد الغابة اللي هنايا على اليسار ديالنا هادي، وهنايا واحد السد ديال رجال الشرطة، تحية لهم من هاد المنبر هذا اللي كيسهروا على الأمن والسلامة ديال المواطنين. ومن هنا الإخوان كنتجهوا في اتجاه المحطة الطرقية، المحطة الطرقية اللي كاينة في هاد الهبطة هذه اللي غتشوفوها معنا إن شاء الله. اللي غنهبطوا من هنايا ألقوا المحطة على اليسار ديالنا، وكذلك الإخوان هنا على اليمين. ما تنساوش راه كاين كذلك واحد الرادار ثابت تم التثبيت ديالو في هاد الهبطة هادي، وما كيكونش باين الساعة
السرعة محدودة 60 في الساعة. ها هو هنا شفتوا الإخوان، هو رادار على اليمين لا داعي للسرعة. دابا بنادم كيجي هابط مع الهبطة، هابط بواحد لافيتاس وغي تصيد في هذاك الرادار تمايا. الرادار أصيفط للمخالف على حسب الرقم ديال السيارة ديالو، ونتمنوا السلامة. مشاو بشوية الإخوان، خليكم مسافرين، وما تنساوش تدعموني باشتراك في القناة الإخوان اللي ما دارش اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. خليكم مسافرين، خليكم مكملين معايا الطريق حتى نهاية المقطع. ما تغادروش القناة. اخواني المشاهدين، هذه هي المحطة اللي على اليسار ديالي، هي هذه المحطة. ومن هنا الاخوان هذه العقبة هذه كتطلعكم العمالة ديال اقليم الحسيمة، وندخلوا اتجاه وسط المدينة. نطلع مع هذه العقبة هذه ونمشيو لوسط المدينة، وان شاء الله هذه الجولة اللي غادي ندير حسيمة غتكون في جوج المقاطع. غتشوفوا معايا هذا المقطع الاول، وان شاء الله غادي نحط لكم المقطع الثاني ملي نكون خارج من مدينة الحسيمة، المدينة الجميلة بامتياز، مدينة معروفة على الصعيد الوطني. هنا الاخوان العمالة اللي على اليسار ديالي دابا، هذه هنايا العمالة كاينة هنا في هذه العقبة هذه. ومن بعد الاخوان ندخلوا لوسط المدينة. مدينة الحسيمة الاخوان بالحكم الموقع ديالها في الجبل كتكون صعيبة فيها السياقة، الناس اللي ما كيكونوش عندهم تجربة في السياقة، لانه كتلقى الفيروجات في العقبة، يعني الا ما زيرتي شوية راه تقدر ترجع بك السيارة اللور. هنا الاخوان مدينة الحسيمة كتشد هنايا في بعض الأزقة ديالها، بعض الإصلاحات والتوسيعة والتزيين ديال مدخل الحسيمة. كما كتشوفوا هنايا راه كتم التوسيعة ديالو، دار واحد الصور تمايا، راه خدامين الناس في هاد الدخلة ديال الحسيمة. بحكم ديال الزناقي ديال الإخوان ضيقين، ولكن في الصيف الإخوان راه تيكون فيها واحد الزحام، ما خصكش قاعد تحرك الطوموبيل في فصل الصيف. انا في فصل الصيف الاخوان تتولي الشوارع مزدحمه، وما عندكش منين تدوز، الطريق عامره في منين مدزتي، مدزتي مع مدينه صغيره وزناق ديالها صغار، كتكون عامره عامره مزيان الحسيمه، كتكون منوره الحسيمه في فصل الصيف ابتداء من شهر 7 واواخر شهر 6 وشهر 7 وشهر 8، بالاخص شهر 7 وشهر 8 الاخوان كتكون عامره مملوءه عن الاخر. هاد الشوارع هادو كيبان لك عامرين السيارات، ما تلقاش منين تدوز، ويعني والجالية، لأن أغلبية الجالية ديال هنا المنطقة الريف كلهم في هولندا وفي بلجيكا، كلهم كيجوا للبلاد. كاين بزاف ديال الدور اللي عام ستودين هنايا كيجوا لهم موالهم من العام للعام، وكيجوا هنايا يدوزوا فصل الصيف، كيتمتعوا شوية، يدوروا يشوفوا البحورة، يشوفوا المناظر، كيجوا للبلاد ديالهم. وتحية لجميع المهاجرين المغاربة اللي خارجين أرض الوطن. وخليكم مكملين معايا المقطع الإخوان. هذا بنك المغرب، بنك المغرب اللي كيتواجد في هذه الساحة اللي قدام ديالو كاين واحد الساحة اللي كتنوض فيها، كتتم فيها المهرجانات والحفلات في فصل الصيف، كتكون فيها تتم فيها مهرجان الشواطئ اللي كيكون في جميع الأقاليم الساحلية ديال المغرب. اخوان هانتوما تشوفوا هنا، انا غنهبطوا في اتجاه هذه هي الساحه اللي هضرت لكم عليها، ها هي الساحه هنايا اللي على اليسار، كتكون عامر الاخوان في فصل الصيف، تكون داكشي يا سلام، واحد النافورات يكونوا فيها هنايا الاخوان، نافورات ممتازين، روعه روعه الاخوان، واحد المنظر بالليل، واحد النافورات يا سلام. ومن هنا الاخوان غنمشيو
باش ندورو على المدار السياحي الجميل اللي كيهبطنا لابلاج ديال مدينة الحسيمة. هذا هو المدار السياحي الرائع لمدينة الحسيمة اللي كهبطنا على لابلاج ديال الحسيمة. المنظر الإخوان، يا سلام يا سلام، هادو فنادق جداد كاين هنايا على لابلاج، منظر جميل جدا. ومن هنا الإخوان ملي نفوتوا البلاصة ديال لابلاج ألقاو المحطة البحرية اللي كيجوا منها المسافرين، محطة السفن القادمة من الخارج. فرجة ممتعة، وخليكم على المقطع حتى النهاية. كما قلت لكم الإخوان، ما تنساوش دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. خليكم على المقطع حتى النهاية، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله لتتمة ديال هذه الجولة اللي قمت بها في مدينة الحسيمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما ننساش الإخوان، لأنه حدا المحطة البحرية كاين المرسى ديال الحوت، المرسى ديال الرسو ديال القوارب ديال الصيد الفلايكو. وتحية للجميع، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.